خلينا نقول ثلاثيات رباعيات كولر هي عنوان الموسم الجديد بتاعنا الحمد لله، يعني وتألق واضح جدا لجميع كمان اللاعبين، فوز مستحق للأهلي، وشفناه كمان تحديدا في المباراة الأخيرة ضد يعني سان جورج الأثيوبي في رحلة هنا تقدر تقول الدفاع بقى يعني عن لقب دوري أبطال إفريقيا. عندنا كلام كتير جدا عن الأهلي ودوري أبطال إفريقيا والمنافسات المحلية والقارية. خلينا نرحب بس في البداية بضيفنا العزيز جدا وصديقي العزيز طبعا كابتن فتحي المصير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي بالاتحادين المصري والافريقي. صباح الهنا وصباح النصر. صباح الخير. صباح الخير نوان. صباح الخير فاروق. منور. منورنا يا كابتن فتحي. سعادتك يعني. انا سعيد ان انا يعني اول حالة ان اكون موجود مع حضرتك يا كابتن فتحي. لا 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 انت منور ونهواند منوره، ويعني انتوا يعني مش محتاجين حاجه بقى، انا اقول لكم السلام عليكم وكفايه. حبيبنا حبيبنا كابتن فتحي والله منورنا طبعا. نبدا بقى الحديث عن اخر مباراه، خلينا يعني نبدا من اخر مباراه سان جورج. يعني ذهابا وايابا. ثلاثيات ورباعيات كولر، شايف يا كابتن فتحي هل انت مع اطلاق عنوان الاهلي في هذا الموسم ثلاثيات ورباعيات كولر؟ شفنا الموسم الماضي كان بيحقق عدد كبير جدا من المباريات بالفوز بثلاثه اهداف، بدأ الموسم برباعيه وثلاثيه، شايف الامر ده ازاي يا كابتن؟ شايف الامر ان فريق النادي الاهلي بدأ فيه روح الاستقرار، والاستقرار ده مهم جدا. صحيح. الاستقرار في اي عمل، حتى الاستقرار في العمل هنا، الاستقرار في القناه، الاستقرار في الملعب، الاستقرار في البيت، الاستقرار في الحياه، الاستقرار الدوله، كل الاستقرار ده او عنوان الاستقرار مهم جدا عشان تاخد منتج متميز للحاجه اللي انت بتكنها. فاستقرار الفرقه في ان كل اللعيبه دلوقتي الموجودين، كل سكواد اللي هو عند كولر، كله اتعدوا اعداد جيد، كلهم في مستوى واحد، بحيث ان هم اي واحد فيهم بينزل يؤدي في المنظومه الخاصه بكره القدم للنادي الاهلي. منظومه الفرقه دي مهمه جدا، فبالتالي انت بتغير لعيبه لكن ما بتغيرش طريقه لعب. صحيح. ما بتغيرش اسلوب، ما بتغيرش نتيجه، دايل النتائج مختلفة مع اختلاف اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا. يعني ما نقولش ان المباراة الاولى هنا في بطولة افريقيا في التصفيات كان في مجموعة لعيبة، المباراة التانية مجموعة لعيبة تانية. طب النتيجة ايه؟ كانت ثلاثة، كانت اربعة، كل ده ليه؟ لان الاداء او الثبات والاستقرار في شكل الفرقة واحد، واللعيبة كلها دلوقتي بدأوا يندمجوا وبقت دخلوا في فورمة المباريات اللي افتقدناها مع بداية الموسم. فاكر المباراة دي يا كابتن؟ احنا دي مباراة الزمالك 4-1، واحدة من المباريات الموسم، من الرباعيات. الرباعيات يعني رباعيات الخيام يا كابتن. كانت مباراة جميلة. لا هي طبعا كانت بدايات كولر كمان، يعني هي دلوقتي مش دلوقتي، هي دلوقتي ممكن نقدر نقول عليها البدايات، برضو ما كانش نفس الشكل الفرقه زي دلوقتي طبعا، وده طبيعي. الفرقه اتغيرت كتير والشكل اتغير كتير، واكيد فاروق عندك انت دلوقتي كولر بيفكر بتفكير غير اللي كل الساده المشاهدين بيتفرجوا بيه او المسؤولين او كده، عنده فكر لانه عنده اكتر من بطوله في هذا الموسم. بالظبط. وكلها متداخله، للاسف انها مش بطولة تنتهي ثم نبدأ بطولة تانية ثم نبدأ بطولة تالتة. دي بتبقى سهلة على المدرب، سهلة على المدرب ان الموسم بتاعك يبدأ مثلا ايه، بنخلص يعني عمل معين ثم ننتقل الى بطولة تانية ثم هنا ننتقل لبطولة تالتة. الكلام ده مش موجود دلوقتي، البطولات كلها داخلة ببعض. فدي عايزة نقول ايه، دكتور او حريف او دماغ تقدر توفق اللعيبة وتجهزهم نفسيا ان البطولات ما تخشش في بعض. صحيح. لان انت لو مثلا لو بنقول ايه، عندك بطولة افريقيا بتاعت اللي كنا بنلعب فيها دلوقتي، هتلعب كاس يوم الاربعاء، وبعدين هتلعب دوري، ثم هتلعب افريقيا تانية سوبر، ثم ايه ده، وكلها اهداف مختلفة. اذا يعني انت لازم تهيئ اللعيبه وتشوف اللعيبه بتاعتها على اساس ان كل لاعب، كل لاعب انا دلوقتي البطوله دي بهيئ لعيبتي فيه، بعدهم نفسيا بدنيا مهاريا خططيا. المهاره
والبدني والخططي مش هيختلف من بطولة لبطولة، لكن اللي هيختلف الدوافع. ممكن الدوافع والإعداد النفسي، صحيح. كيفية إعداد اللعيبة أو كل لاعب ثم الفريق لمباراة معينة، ده هدف ده غير الهدف ده غير الهدف ده، فدوافع كل بطولة مختلفة، لكن اللياقة والمهارة والخطة ثابتة. صحيح. أنا عايزة بس أسألك حاجة عن المباراة كمان تحديدا الأخيرة اللي احنا لاحظناها بشكل كبير، لأن بعض طلع قال لك إيه دي مباراة سهلة، هو أنتوا يعني هتبدأوا الموسم فرحانين قوي بمباراة أصلا تحصيل حاصل، كلام زي ده سمعناه كتير، لكن أنا أو إحنا لا بنلتفت لنفسنا، أدائنا متغير ولا لأ، خططنا في الملعب عاملة إزاي، اللعيبة روحها إزاي. أنا شفت ولحضرتك برضو تتفق معايا كان في انتشار بشكل كبير جدا في الملعب، والانتشار ده هو اللي خلاك يبقى عندك استحواذ وبالتالي أثرت على نتيجة المباراة، فده في حد ذاته برضو نجاح وذكاء من كولر. هو أقول لكم برضو بالنسبة للنقطة دي، ناس كتير بتقول إنها مباراة سهلة. التخيل هي سهلة عشان إحنا حققنا الهدف، لكن مش سهلة في الملعب، لأن الفرقة اللي قدامك ما عندهاش حاجة تبكي عليها، وأنت ما تخافش من غير من الفرق اللي هي بتلعب بدون ضغوط، هي بتلعب بدون ضغوط، فعايزة تحسن نتيجتها عن المباراة السابقة، فإذا عندها دوافع أعلى ودوافع أعلى من المباراة السابقة، والدوافع دي بتبقى ساعات يعني تؤثر عليك تأثير سلبي بالنسبة للفرقة. الفرقة دي عشان جاية، فتلاقي مثلا الجري كتير، الاشتراك، الالتحام، الدوافع الداخلية ان عاوزين يثبتوا ذاتهم قبل ما يخرجوا من البطولة، فدي دوافع تانية لهم. ما نفتكرش ما فيش مباراة بدون دوافع، صحيح. اي مباراة في العالم بدون دوافع، حتى الفرقة دي معروف انها خرجت، خرجت، لكن ما نقولش انها خرجت، لان هي في الملعب موجودة وفي 90 دقيقة هيلعبوا وعندهم دوافعهم الخاصة غير دوافعنا. دوافعنا ان احنا نحافظ على لعبتنا، دوافعنا ان نستمر في ادائنا، دوافعنا ننفذ الفكر الخططي اللي احنا شغالين بيه، دوافعهم هم ان هم عاوزين يعوضوا المباراه السابقه باداء الى حد ما يكون معتدل، اتغلبوا هناك ثلاثه يقول لك ما اتغلبش هنا مثل واحد وعلى ملعبهم، لكن اتغلبوا اربعه، صحيح. فالدوافع طالما اختلفت فثق ان المباراه هتبقى مهمه لهم، واحنا ما نقولش المباراه ما فيش مباراه في كره القدم سهله. كابتن فتحي، يعني كنت بتكلم انا والنهواند، النهواند اتكلم في نقطتين مهمين جدا، نقطه الاعداد النفسي اللي بيجيده مستر كولر، وكمان فكره ان ما بقاش عندك لعيب اساسي ولعيب احتياطي، على الرغم من تغير الافراد لكن شكل اللعب واستراتيجيه اللعب واحده، ازاي كولر قدر يعمل ده؟ ما هو ده اللي بنقوله يا فاروق، ان المدرب عنده اللعيبه بدنيا مهاريا خططيا، خلاص اوكي، كل السكواد اللي عنده، كل مجموعه اللعيبه نفس المستوى، نفس المستوى من الاداء. طيب ايه اللي هو هيختلف؟ اللي هيختلف الدوافع، الدوافع والاعداء، والدوافع مين اللي يتعامل بيها؟ معد نفسي. ومين المعد النفسي؟ كولر بيتميز بدي. اذا دي ميزته هتخليه يفصل بين البطولات عشان البطولات ما تخشش في بعضها، فيبقى دافع اللاعب، دافع الفرقه، دافع الفكر العمومي للمجموعه، ان احنا هذه البطوله عاوزين منها ايه؟ اللي عاوزين منها ايه دي؟ ده اعداد نفسي، لان مش لسه عد بدني ومهاري وخلاص اتفقنا عليه. فكفاءه كولر في الاعداد النفسي هتفيده في مثل في مدربين كبار ما عندهمش هذه الميزه. بالظبط، صحيح. فممكن هم يتخبطوا لما تجي لهم اكتر من بطوله، ما بيبقاش عارف البطولة دي داخلة ازاي واللعيب ما يتعدش ازاي، لأن كل لعيب لازم يحس على البطولة دي إن هي دي البطولة الوحيدة السنة دي، فازاي يفصل بين البطولات السابقة ويعمل لهم العزل داخليا وداخل مخه وداخل فكره وداخل أدائه إن هو يقدر يؤدي بعد كده، وبالتالي نجاحه في هذه المهمة هي نجاحه للفرقه، وبالتالي بتحقق اهدافك. هو كمان مش بس الفصل بين البطولات، الفصل بين البطولات وما حدث فيهم، يعني ممكن تبقى مباراه انا ما كنتش الافضل فيها، داخل على مباراه وبطوله تانية، فانا لازم اركز في دي، ماليش دعوه بنتائج دي، حتى لو حققت انتصار جيد انا مش لازم اخش بالثقه اللي مبنيه على المباراه اللي فاتت، فدي برضو في حد ذاتها نقطه صعبه ان هي تحقق، لازم فعلا حد يكون فاهم في الشق النفسي بشكل كبير، سواء كولر او المعد النفسي للنادي الاهلي او حتى كابتن فريق النادي
الاهلي، فده بيبقى شغل جماعي بيحصل في الملاعب. واعتقد برضو ايام جيل حضرتك كان ده الدارج وكان ده الحوار دايما في اوضه اللبس مع اختلاف عدد البطولات طبعا. لا زمان ما كانش في بطولات، وبين البطوله والبطوله وقت وكده بيبقى حاسين ان البطولات فرق، لكن دلوقتي بقول لك تداخل بطولات بالظبط، والتداخل فيها اللعيبه نضجت. لعيبه النادي الاهلي اصبح عندهم نضج كروي، نضج فكري، عندهم مخزون فكري، مخزون خططي داخلي، مخزون نفسي. المخزون ده بيخليهم ويساعدهم على الفصل بين البطولات وبين اهداف البطولات وبين نتائج البطولات السابقه والبطولات اللي جايه عشان على النتيجه. وفي نقطه كمان كابتن فتحي لو تتفق معايا فيها، فكره ان انا بجيب برضو يعني صفقات مختلفه لنفس المراكز اللي فيها اكتر من لاعب متالق، ده ادى تنافسيه برضو على المركز للعيبه وخلى فيه روح الاصرار. بمعنى انا ممكن كنت اشوف المواسم اللي فاتت بعض اللعيبه اللي هي متالقه جدا لكن عندها تشبع شويه، انا نازل الماتش ده يعني ما انا اللي مسيطر في المركز ده. دلوقتي مثلا حد مثال بكهربا، كهربا كان الفتره اللي فاتت يمكن شويه اللي هو ايه متالق، بعدين اختفى شويه او بعد شويه عن الملعب. دلوقتي عندك صفقه مودست، كهربا رجع تاني بمجرد لمسته للكوره، هو عايز يبقى كوره بهدف، فشفنا ايجر او عنده الحته اللي هو ايه انا مش هضيع فرص. يعني قصه تضيع الفرص اللي كانت بتحصل بالزبط في المباريات اللي فاتت والمواسم اللي فاتت مش محققه، مش محققه الموسم ده بشكل كبير. هي نقدر نقول زي ما فربول تركيز اللاعب هيزيد، لانه هو بيركز مش في المباراه دي بس، هو بيركز ان انا ممكن العب تاني ولا لا المباراه اللي جايه، فانا بفكر في اللي جاي هل هستمر ولا لا. ايوه الفرصه دي جات لي، ودي ذكاء من اداره الاهلي، مجلس اداره، لجنه الكوره، كولر والمجموعه في ايه اختيار النماذج واللاعبين اللي هو يدعم بيها فريقه، مش بالكم، مش عدد قد ايه، لكن بالكيف الاداء. فهو ما دعمش، ما يجيبش خمس ست لعيبه، مش المفروض ان خمس ست لعيبه، انا فرقه كامله، لكن بحس ان في حاجه ناقصه في الحته دي فانا باجي اكملها. حمدي فتحي خرج، امام عاشور جه، خلاص ما نحسش ان في خلل هنا. موزيس كان ناقصنا، عاوزينه راس حربه. وبعدين عندنا المغربي رضا برضو في وسط الملعب، وأداؤه وتوصيله وقوة انطلاقه. وأصبح عندنا دلوقتي كمان اللي كان ينقصنا السنة اللي فاتت، التسديد على المرمى، بنوصل لكن ما نسددش. صحيح مهم جدا. أصبح عندك ثلاث لعيبة أساسيين في الملعب غير الباقي، الباقي طور نفسه، لكن اللي جاي إمام عاشور بيشوط، وبعدين مودز بيشوط، و كهربا بيشوط، قفشه بيشوط. لا بداوا يشوطوا. وبعدين اذا كل اللعيبه اللي جم، احنا عندنا كام لعيب؟ ثلاثه اللي جم جداد اللي هم دخلوا رضا سليم ورضا، كل دولت بيتميزوا بالتسديد، يبقى جايبين مهاره ناقصه في المجموعه، لكن بنطور الموجود، لكن جبنا ثلاث لعيبه عندهم القدره للتسديد، والتسديد هو احراز الاهداف. تاكيدا على كلامك يا كابتن فتحي، يعني واحنا موجودين في معسكر الاهلي في النمسا، انا كان ليا حديث مع كريم نيدفيد. كريم نيدفيد قال لي قبل ما ارجع للنادي الاهلي جمعتني جلسه مع مستر كولر، ما سالنيش في حاجه خالص خاصه بالفنيات ولا بالكوره، سالني انا بعمل ايه في يومي، النواقص اللي عندك بتشتغل عليها ازاي. هو مدرب كان عايز يستكشف عقليه اللعيب، ففي نقطه مهمه جدا في اللعيب اللي بينضم للنادي الاهلي، انت بتشوف عقليته خارج الملعب هتتوافق معاك ازاي. اعتقد دي كانت من النقاط المهمه جدا في استقطاب العناصر اللي تنضم لفريق النادي الاهلي هذا الموسم. اكيد اكيد. ليه؟ لان هو لاعب خارج الكوره بيفكر في ايه؟ بيفكر يبقى فاضي يخرج ويفسح ولا كده، ولا بيفكر فيما يفيد اداؤه في الملعب ويطور نفسه؟ بتفرج على اخطائي في من خلال تسجيلات، على نجاحاتي من خلال تسجيلات، صحيح ادائي، كل الحاجات دي بتخلي اللاعب ان هو يبقى ده اللاعب اللي بقول عليه اللاعب الناضج، ناضج فكريا، بيحضر نفسه خارج الملعب وبيحضر نفسه داخل الملعب. داخل الملعب شغلة الجهاز الفني والإداري وكده، خارج الملعب شغلته هو ان هو يجهز، المدرب مش معاه، لكن فكر المدرب معاه ازاي يحضر نفسه بره، ينام كويس،
ياكل كويس، استريح، مفيش سهر، مفيش، ده تحضير خارجي. حتى في فترة التوقف هو مسؤول طبعًا عن ان هو يرجع برضو بالمستوى اللي ما كانش بعيد. معين. وده لعبة النادي الاهلي انا كلمة يمكن اختصرتها او اختزلتها في النضج الكروي. صحيح. النضج الكروي يعني خلاص بقى الفاكهة استوت. هو دلوقتي حلوة مستوي دي. حلو ده يعني مصطلح ماشي الصراحه، يعني استوى دلوقتي فبقى جاهز ان هو يؤدي ويواجه اي تحدي، يواجه اي حاجه. الفاكهه استوت يعني سهل ان مش منظرها بس، لا المنظر والطعم واللون والحاجات دي كلها. كلام جميل. انا عايز اروح لنقطه مهمه برضو، ملف مهم حتى لو سريعا، التحكيم. هل كان في اي تعقيب من كابتن فتحي على الاداء التحكيمي في المباراه؟ وخصوصا برضو هرجع بمناسبه يعني ذكر الموضوع التحكيم، كان معايا خبر انا وفاروق في الانترو عن المشاكل الفظيعه في التحكيم دلوقتي في الدوري الانجليزي. يعني انت اصبحت دلوقتي بتسمع في اقوى دوريات العالم الدوري الانجليزي مشاكل في التحكيم، حاجه غير مسبوقه، حاجه غير مالوفه، اثارت غضب ناس كتيره جدا. الصحافه اتكلمت عن النقطه دي بشكل كبير، خصوصا انت بتتكلم عندهم تقنيات وهم في حته تانية تكنولوجيا برضو، فازاي انا لسه عندي خطا في العنصر البشري وفي التقنيات اللي هي اخرها الفار؟ ما هو في نقطه الفار، لكن مين بيتحكم في الفار؟ عنصر بشري. ايوه بس هي بتسهل لك كل حاجه بنسبه 90% واكتر. بتسهل لي 95%. كويس. لكن في عندي 5%، بتسهل لي 98%، عندي 2%، ممكن الخطا يحصل في ال 2%. فالخطا وارد طالما دخل فيه عنصر بشري. صح. طالما فيه عنصر بشري انتهت، ما نقدرش نقول ان كل حاجه اللي بيتحكم فيه واللي بيعمل فيه بيقلل الاخطاء، بيوصلك الى يعني الى قدر الامكان لي يعني يعني نقدر نقول ايه الصواب، قمه الصواب او قمه النجاح او قمه العداله، لكن مش العداله الكامله ومش الدقه الكامله. مش لا الدقة لا يمكن كاملة. لا يمكن هتيجي ليه؟ لان فيها عنصر بشري. لكن لو نشيل العنصر البشري نحكم كده هتقلقنا كده. تخيل يدخل الذكاء الاصطناعي في التحكيم. الفار يعني مع وجود تقنيه الفار كان الوضع ممكن يكون اسهل، وده الكلام اللي قاله يورجن كلوب امبارح. وجود الفار هيسهل الامر شويه، لكن خطا زي بالشكل ده كان صعب شويه. خطا برضو لان السبب فيه عنصر بشري مش الفار نفسه. يعني الفار هيديك الصح، لكن العنصر البشري المتدخل فيه هو طالما في عنصر بشري وطالما في كده اخطاء كره القدم وارده وطبيعيه، وحلاوه كره القدم في اخطائها. بس ساعات الاخطاء بتبقى قاتله وتظلم واخطاء كده، لكن ما نقدرش نقول ان الاخطاء ما قلتش من الفار. قلت لكن هتستمر طالما في كره القدم. من التعليقات اللي عجبتني تعقيبا على موضوع الدوري الانجليزي والاخطاء التحكيميه المنتشره في العالم كله بنسب كمان ما هياش صغيره يعني المقبوله عالميا، حدك بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي هو ممكن يوصل للحكام والتحكيم، ان انت عايز بقى تحل هذه الازمه دخل بقى الارتفيشال انتليجنس في الموضوع ونخلص. لا ما هي وبعد كده يبقوا اللعيبه والاعلام بص ونقعد احنا في البيت. خلاص ما هي يبقى فعلا كده، ما يبقاش في حياه. لكن طبعا ساعتها هتتوقف الحياه اكيد. كره القدم ما هي الا منافسه تحكيميه، منافسه بين فريقين منافسه بين فريقين، وفي حكم بيحاول يحد هذه المنافسه بالقانون بالتطبيق. عاده بيقولوا في القانون ايه؟ قانون كره القدم 17 ماده. قانون كره القدم باب التعديلات الاخيره كله 17 ماده. كله التغيير جوه ال 17 ماده. اوكي. في ماده 18. تقول لا ده قانون 17. الماده 18 ان الحكم ازاي يطبق ال 17 ماده وهو في الملعب. اوكي. كيفيه تطبيق الحكم تختلف من حكم لحكم. يعني انا حافظ القانون وانت حافظه القانون، فاروح حافظ القانون، تيجي لعبه هو هيشوفها بطريقته وانت هتشوفها بطريقتك وانا هشوفها بطريقتي. يبقى طريقه تطبيق الحكم للقانون هي اللي بتختلف، وهي اللي تبين الاخطاء السهله قد ايه ونقللها قد ايه، وواحد تبقى عنده زياده قد ايه. الماده 18 هي الماده اللي هي مش مكتوبه مش مقريه، لكن معروفه عند كل الناس ان هي تقول لك مين
في الخطا، في حكم يقول لك لا دي اوف سايد، دي فاول، الثاني يقول لك لا مش فاول. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ما انت القانون عارفاه وانا القانون عارفه، بس انا من وجهه نظري وانت من وجهه نظري، هي الحته دي. الا اذا كان جميع حكام العالم اللي هيحكموا يبقوا حكم واحد، وده من خلق الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله مش احنا. يعني ما تقدريش تعملي حاجه من ربنا، هو اللي بيخلق الحكم، بيخلقنا كلنا طبعا، والحكم منهم هو المتغير فيه. النفس البشريه ما حدش يقدر يخش فيها ولا يغيرها، وبالتالي النفس البشريه هتغير بالقانون، هتقول اللعبه دي اوفسايد، اللعبه دي فاول، اللعبه دي مش فاول، نفس التقديريه كده. كابتن فتحي، عايزين يعني نرجع للاهلي والكولر، شايف سياسه التدوير اللي مستر كولر بيعملها ازاي هذا الموسم؟ حضرتك واحد من كباتننا الكبار، عارف ان الامر ده بيدي سعاده للمدير الفني يكون عنده الجاهزيه دي من اللاعبين، في نفس الوقت بيدي له حيره في اختيار اللعيبه في كل مباراه. شايف سياسه التدوير دي في ظل عدد البطولات اللي انت بتنافس عليها السنه دي ازاي؟ لا، اولا هي بتسعده، وعايز اقول لكم حاجه كمان، المدرب وهو قاعد ولو شاف لاعب اتخبط او جات له ضربه مثلا خفيفه او كده والمدرب لاحظه، المدرب اكتر واحد تلاقي قلبه يدق كتير، واكتر واحد يبقى خايف. تقول لي ليه؟ ما هو عنده لعيبه كتير. لا، ما هو اللاعب ده انا عايز يكون عندي كل اسلحتي، عندي ال 25 لاعب بتوعي جاهزين، مش عايز منقصه، عشان اقدر اخش اي مباراه وانا مستريح وكل فكري ان انا اقدر انفذ بيها، لكن اسلحتي مش عايزها تقل. فبالتالي هو يخاف جدا على اي اصابات وكده. هو عنده مجموعه لعيبه كتيره، فدي بتريحه وبتخليه يتحكم في شكل المباراه. اي مباراه بيلعب فيها بيتحكم في شكلها، شكلها من خلال ايه؟ طريقه اللعب ثم خطه اللعب. طريقه اللعب عدد اللعيبه اللي في الملعب بينزلوا ازاي والتخطيط كده، ثم خطه اللعب اداء اللاعبين وقت الكره ما تتحرك، الواجبات اللعيبه وقت الكره ما تتحرك، يبقى دي الخطه. والطريقه ان احنا 4-3-3 4-2-3-1 دي طريقه، الخطه غير. فاذا هو بيبقى عنده كل الفكر ده وفي صوره بيتخيلها، وما تفتكرش ان هو مثلا كولر بيدرب اول ما الحكم بيصفر نهايه المباراه بيبدا دور كولر في المباراه اللي جايه على طول. على طول يعني اول ما الحكم يصفر بفكر في الماتش اللي جاي. اولا مين السلام عندي، مين اللي مش السلام عندي، مين اللي جايين عندي، مين اللي مش جايين عندي. صحيح، وده بيبان من تصريحاته كمان في المؤتمر الصحفي، بتلمس ده. وبعدين حاجه تانية لازم نلاحظ ان الراجل ده فعلا قمه الذكاء وقمه الذكاء. صحيح. ليه بعد النادي الاهلي بعد كل مباراه ما بياخدش راحه تاني يوم؟ لازم تمرين. يعني هو لعب يوم الجمعه تمام، مرن السبت، ده لحد اجازه، النهارده اجازه. ليه اجازه؟ لازم اليوم اللي بعد المباراه يشوف اللاعبين، لان في ساعات اصابات او كدمات او خبطات او كده اللاعب لا يشعر بها اثناء المباراه، لان الدوره الدمويه شغاله والسخونه شغاله فمتحسش بيها، فبتظهر اليوم الثاني، بتظهر في اليوم. فهو عايز يشوفه يطمئن عليهم الاول ويجوا جايين، واللعيبه اللي هم اصلا ما لعبوش المباراه لازم يمرنهم شويه عشان يخلي المستوى قريب من بعض وبعدين ياخدوا راحه مع بعض. فكره مختلفه، يمكن ده السبب في النجاح، هي كذا حاجه طبعا. أيوة. مع بعض، بس فعلا هي فكر ونظام هو وضعه وهو السبب في التطوير والنجاح اللي احنا شايفينه ده بصراحه. ده على ارض الملعب نظام علمي، يعني مش صح، راجل ماشي يعني بسيستم مش عشوائي، بسيستم علمي مش عشوائي، مش يلا كل سنه وانتم طيبين، كل سنة بقى وإحنا طيبين عشان الفقرة. بس نورت الوقت، جري بسرعة مع حضرتك كالعادة كابتن فتحي. نشكرك جدا جدا على وجودك معانا، وسعيد وسعيد إن أنا مع فاروق ومتألق دايما كده. أشكرك يا كابتن فتحي، وأنا اتشرفت وسعيد إن أنا كنت موجود معاك. أستاذة كبيرة حبيبي يا كابتن، طبعا أستاذة هوندي دي يعني ما شاء الله عليها. حبيبي يا كابتن نورتنا أكيد أنا وفاروق. ونروح فاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم، خليكم معانا.